حاضره في رمضان في بين القصور ولقى نجاح كبير، واش كنتم متوقعين داك النجاح؟ في الحقيقه انا من الممثلين اللي جاوا في الاخر، حيت كان عمل ديجا مكتوب وعاودوا الكتابه وزادوا الممثلين، دونك انا جيت في الاخر وفريمون كان عندي واحد اون تري فاغ ايدي ديال لو بيرسوناج، با فاغ مي هشام عاودها ليا فريمون رابيدمون، دونك اكتشفت انا السيناريو كان عندي غير لي 10 بروميير ايبيزود وحتى هذوك كانوا تبدلوا، دونك اكتشفت لو بيرسوناج والشخصيه ديالي اون ميم طون وانا كنلعبها، دونك ما كنت متوقعه حتى شي حاجه غير تلاحيت في لو بروجي، تلاحيت في لو بروجي وهادشي اللي كاين. الجزء الثاني ديال احلام بنات؟ الله اعلم، انا ديجا درت الجزء الاول والحمد لله ومشات صباح، الله يعاونكم، مشات لكندا، باي باي. اطلاله ديالك؟ هادي ديال لو دريس كود، هادي سي اون مونتر تيسو دو العمراني، اي سا سي لي بيجو دو ايتيج، اي سا سي ان ساك كو جادور ديال دون باك، فوالا. تعجبني هادشي القطان، ملي غادي يرشق ليا نجيب القطان. ميرسي.